بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الحلقة نأخذ نموذجا ثانيا للفرض الأول في المادة وتحولاتها للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، ومع الوضعية الأولى هذا نصها: أكمل العبارات بمعادلة كيميائية فيزيائي هيدروجين درجة الحرارة كيميائي كربون. لدينا الفقرات التي يطلب ملء فراغاتها: 1. الفحم الهيدروجيني هو جسم نقي يتكون من كربون وهيدروجين. 2. التحليل الكهربائي للماء هو تحول كيميائي، بينما تبخره هو تحول فيزيائي. 3. نعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية. هذا بالنسبة للوضعية الأولى. ننتقل إلى الوضعية الثانية: أكمل ثم وازن المعادلات التالية. لدينا فراغ زائد نيتروجين يعطينا NH3 غاز النشادر، ألمنيوم زائد فراغ يعطينا Al2O3، C2H6 زائد عدد من جزيئات الأكسجين ماذا يعطينا؟ زائد الماء، C6H6 زائد O2 يعطينا ثنائي أكسيد الكربون زائد فراغ، C3H8 زائد فراغ يعطينا ثنائي أكسيد الكربون زائد الماء، H2O2 يعطي لنا فراغ زائد الأكسجين، وفراغ زائد H2O يعطينا C6H12O6 زائد أكسجين. إذن يطلب منا إتمام وموازنة هذه المعادلات. إذا فالفقرة الأولى: ثنائي الهيدروجين زائد النيتروجين يعطينا NH3. نلاحظ أن المعادلة غير موزونة، نقوم بموازنتها. إذا لدينا 3 جزيئات من الهيدروجين زائد جزيء واحد من النيتروجين تعطينا جزيئين من غاز النشادر، أول 2NH3. المعادلة الثانية: الألمنيوم زائد الأكسجين يعطي لنا أكسيد الألمنيوم الثلاثي. المعادلة غير موزونة، نقوم بموازنتها. 4 ذرات من الألمنيوم مع 3 جزيئات من الأكسجين تعطينا جزيئين من أكسيد الألومنيوم الثلاثي أو الألومين. المعادلة الثالثة: C2H6 زائد O2 يعطينا ثنائي أكسيد الكربون. لنلاحظ أن المعادلة غير متوازنة، نقوم بموازنتها. جزيئين من C2H6 زائد 7 جزيئات من الأكسجين تعطي لنا 4 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون زائد 6 جزيئات من الماء. المعادلة الموالية: C6H6 زائد O2 تعطينا ثنائي أكسيد الكربون زائد الماء. نوازن المعادلة: جزيئين من C6H6 مع 15 جزيء من الأكسجين يحدث الاحتراق، فينتج عن ذلك 12 جزيء من ثنائي أكسيد الكربون و 6 جزيئات من الماء. المعادلة الموالية: C3H8 زائد الأكسجين يعطينا ثنائي أكسيد الكربون زائد الماء. المعادلة غير متوازنة، إذن لدينا جزيء واحد من البروبان C3H8 زائد 5 جزيئات من الأكسجين يعطي لنا 3 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون و4 جزيئات من الماء. H2O2 الماء الأكسجيني يتفكك إلى ماء زائد أكسجين. نوازن المعادلة: جزيئين من الماء الأكسجيني يتفكك معطيا لنا جزيئين من الماء وجزيء واحد من الأكسجين. المعادلة الأخيرة وهي معادلة التمثيل الضوئي: ثنائي أكسيد الكربون زائد الماء يعطي لنا جزيء السكر الجلوكوز زائد الأكسجين. نوازن المعادلة: أي 6 جزيئات من ثنائي أكسيد الكربون مع 6 جزيئات من الماء
يعطيان لنا جزيء واحد من سكر الجلوكوز زائد 6 جزيئات من الأكسجين. ننتقل إلى الوضعية الثالثة التي هي الوضعية الإدماجية. يقول: يمثل الشكل مخططا لتركيب تجريبي لتحضير غاز في المخبر. نسكب حمض كلور الماء RCl على كمية قليلة من صوف الحديد Fe الموجود في القارورة، فنلاحظ انطلاق غاز وظهور لون أخضر يعود إلى تشكل كلور الحديد الثنائي FeCl2. بعد فترة من انطلاق الغاز، نقرب عود ثقة مشتعل من فوهة أنبوب الانطلاق، نسمح حدوث فرقعة خفيفة وينطفئ عود الثقة. واحد، سمي البيانات 1 2 3 4. 2، ما اسم الغاز المنطلق خلال هذا التفاعل الكيميائي؟ اكتب معادلة التفاعل الكيميائية ووزنها. إذا سمية العناصر المشار إليها هي: 1 هو حمض كلور الماء، و2 هو صوف الحديد، 3 كلور الحديد الثنائي، ورابعا غاز ثنائي الهيدروجين أو الغاز المنطلق لنقول. ثم الغاز المنطلق خلال هذا التفاعل هو ثنائي الهيدروجين. معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين صوف الحديد وحمض كلور الماء هي كالآتي: Fe صلب الحديد في شكل صوف أو مادة صلبة، زائد جزيئين من حمض كلور. حمض كلور هو في حالة منحلة في الماء، يعطي لنا جزيء من ثنائي الهيدروجين زائد جزيء واحد من كلور الحديد الثنائي الذي يكون منحلا في الماء. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.